نويل جالاجر ومجموعة أوازيس هم الفائزون في الدورة الأولى من أسبوع الأسطوانات الذي أقيم في 13 من أبريل الحالي بالعاصمة البريطانية لندن. الأسطوانات التي كادت أن تنقرض بعد تطور التقنية الرقمية تشهد ازدهارا جديدا بفضل مجموعات الروك التي ترغب في أن تعرض أعمالها على هذه الطريقة، ذلك إضافة إلى شغف الجيل الجديد من هواة الموسيقى بهذه التقنية التي اخترعت في القرن 19. جماعي الأسطوانات في التزايد وأغلبهم مستعد لصرف الكثير من أجل أسطوانات نادرة. يمكن القول بأن لها شعبية لدى الجيل الجديد كما هو الحال بالنسبة لبعض مجموعات الروك القديمة. الأقراص المضغوطة أصبحت من جديد تقليعة مختلفة، لكن الأسطوانات تعتبر أكثر اختلافا. إنها سهلة الإتلاف ولا يمكن استعمالها في السيارات، لكن الموسيقى الرقمية لن تعوض متعة الأسطوانات القديمة. الـ MP3 انتهى اليوم. ما أحبه هو أن تكون الأسطوانة بين يدي. هذا ممتع أن تمسك شيئا موسيقيا مجسدا. لحظة وضع الأسطوانة تكون دائما خاصة. أسطوانة الفينيل التي اخترعت سنة 1878 اختفت تماما في ثمانينيات القرن الماضي لتعود مجددا لتشاح أسواق الموسيقى العالمية رغم انتشار التحميل عبر الانترنت. السنة الماضية حققت مبيعاتها أرقاما قياسية في بريطانيا، حيث تم بيع 1.29 مليون أسطوانة، أعلى رقم منذ 20 سنة. هذه السنة تضاعفت مبيعاتها بنسبة 69%.